نعم نحن نواجه حملة مسعورة من قبل تجار المخدرات والجماعات المسلحة التي هي عبارة عن عصابات تدير تهريب المخدرات وتحاول أن تجعل من الأردن دولة مخدرات. لم ولن يتحقق ذلك بإذن الله بتوفيق رب العالمين وبهمة النشامى. أصبح الجندي الأردني جندي حرس الحدود يستطيع الآن التعامل مع عصابات التهريب حتى ما قبل قدومها إلى الحد الدولي، فهذه تعطيه أسبقية وتعطيه قابلية أكبر في مواجهة المهربين.